السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سيلينج مايل. هدخل انا على الفلور بلان واقول له من اركتكتشر انا عايز ارسم مول اهوت بالشكل دوت، وبعد كده هاجي هنا واقول له انا عايز من السيلينج ارسم سيلينج، اقول له انا عايز سيلينج اهوت. طيب السيلينج دوت لو شفناه كده هنا هيطلع بالشكل ده. طيب انا عايز ابدا اخليه يعمل ميل، اقول له ادي باوندري واختار السيلينج اوكي، واقول له هنا ان انا عايز الناحيه دي يكون فيها ديفاين سلوب، واقول له السلوب ده بمقدار مثلا 30 اوكي. طيب تعال نشوفها كده في السكشن، ظهر معايا بالشكل دوت. طبعا تقدر تغير الزاويه دي لو انت حابب بالشكل دوت، خلينا مثلا 10. طيب تلاحظ ان هو عامل من ناحيه واحده، طب لو قلت له انا عايزها من ناحيتين، تمام؟ يعني جيت هنا وقلت له انا عايز اعمل مثلا ديفاين سلوب، تمام، واقول له اوكي، هلاقيه رفض، يقول لي ما ينفعش تعمل سلوب من ناحيتين. طب احل الموضوع ده ازاي؟ ان انا هاجي هنا واخلي دوت يوصل لحد النص بس، ارسم هنا خط عشان يساعدني في تحديد النص، وطبعا دي هلغي منها السلوب والغي الخط دوت، واقول له اوكي فعمل لي بالشكل دوت. هقول له انا عايز اعمل ميرور واتاكد ان هو يعملها كوبي بالشكل ده. حصل عندي مشكله ان الخطوط بالشكل دوت وهنا واخده اتجاه اخر، اعلم على الخط منهم واقول له روتيت زاوية 90 بالشكل دوت، وبعد كده هعمل الاين الاين للخط دوت تمام الاين، يبقى كده عندي السيلينج بالشكل دوت. طبعا كده في ميول، بس لو انت جيت تحط لايتنج هتحط عادي بدون اي مشاكل خالص. لايتنج فيكتشر انترنال ديبندنت لايت، ممكن نختار مثلا حاجة تكون مثلا اختار سيلينج لايت واقول له اوكي. هيبدأ يحمل الفاميلي، فانا هقول له انا عايز احطها على الورك بلاي مثلا هيت بالشكل دوت. طيب بقول له بي في، وهدخل هنا اتأكد اللايت ظهر معايا موجود، ايوه تمام اوكي. طيب خلينا نشوفها في 3D. هي اتحطت في الارض. طيب ليه اتحطت في الارض؟ هتلاقي ان الفيو رينج محتاج يتظبط. طيب ممكن تعمل سيلكت على ديت وتقول له انا عايز احط بيك نيو، واقول له مثلا عايز احطها في السيلينج هنا بالشكل دوت، وكذلك ديت اهي، اقول له بيك نيو واحطها هنا تمام، وهتلاقيها ظهرت معاك عادي بدون مشاكل في السيلينج بلان. طيب خلينا نشوف موضوع الفيو رينج دوت. هاجي هنا اقول له مثلا ان انا دوت عايز اشوف الحاجات اللي هي الالكتريكال ظهرهم اهمت، فتقدر تخليهم في نص السيلينج مثلا اهو وهكذا. تقدر تيجي هنا بقى في الفيو رينج وتتاكد من الارتفاعات، ده هنا الطوب بتاعك، هنا القط بلان، اما خلاص ظهروا يعني تمام. بس اقصد لو في مشكله في الفيو تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. طيب ممكن تكون انت عايز تعمل اجزاء صغيره، فاحنا ممكن مثلا مش هو ده اللي احنا عايزينه تمام، عايز تعمل اكتر من ميول بالشكل دوت، فممكن مثلا نلغي ده كده. طبعا دول محتاجين هوست جديد، فهتيجي دلوقتي بقى تقول له انا عايز اعمل من انوتيت عايز اعمل ديتيل اهوت. ممكن تقسم مثلا الحاجة بتاعتك لخمس ست حاجات، وكل واحدة فيهم تعمل فيها سيلينج بشكل منفصل. طيب انا هعمل خط هنا مثلا وهعمل خط كده والخطين دول ميرور بالخط دوت والدوت، ممكن نعمل برضو لاين تاني
والقصد ان انت تعمل سيلينج هنا زي ما احنا شفنا من شوية. طيب هرسم خطين كده يساعدوني في عمل السيلينج، خط كده وخط تاني من هنا لهنا. طيب دلوقتي بقى هقول له ان انا عايز ارسم سيلينج او سيلينج، واقول له سكتش سيلينج، ده ده وده وده. طيب ده انا عايزه بس يبقى هو ده اللي فيه السلوب، فاقول له ده انا عايز سلوب مثلا 5، تمام بالشكل دوت. طبعا تقدر تعمل له ميرور الناحية التانية، اوكي اهوت ميرور للسيلينج بالشكل دوت. واقدر اعمل برضو الناحية دي نفس الفكرة، سيلينج اهوت، اقول له سكتش وابدأ ارسم السيلينج بالشكل دوت، واقول له اديت واختار دوت، واقول له ان انا عايز ديفاين سلوب، واديله الاسلوب بقى اللي انا عايزه، تمام، واقول له اوكي. ممكن نوحد كله، نخلي كله 5، وده برضو اعمل له ميرور الناحية التانية بالشكل دوت. تعالى بقى نشوف هو عامل ازاي في 3D اهو بالشكل دوت. فتقدر تاخده كوبي وتكرره في بقية الحاجات بالشكل دوت اهو. خليني اختار مثلا نوع تاني من السيلينج، كوبي، ناخد كوبي بالشكل دوت اهوت، تمام. ممكن اعمل سيلكت برضو كده، تمام، على كل الحاجات اللي انا عايز اخدها اهو، اقول له فلتر، ده خط اللاينز بس. طيب يبقى انا ممكن اعمل سيلكت بالشكل دوت. طيب ليه اعمل كده؟ او عشان ده الكتريكال، لو خليتها اركتكتشر هيقدر يعمل سيلكت على السيلينج بسهوله. طيب هشيل وول وشيل فيو وشيل اللاين واخلي السيلينج بس، واقول له كوبي من هنا لهنا لهنا لهنا. يبقى انا كده عملت سيلينج بشكل جميل وبسيط اهو.